मदरसा खैरुद्दीन कुद्दूसिया डिजिटल स्मार्ट स्कूल खान चंद्रपुर जगत सिंहपुर। आज हम इस वीडियो में हर तरह के इस्लामी दुआ के बारे में बताए हैं। आप इस वीडियो को पूरी तरह देखें और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी मुसलमान को देखो तो उन्हें सलाम करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अगर कोई मुसलमान आपको सलाम करे तो ये जवाब दो। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सोने के पहले की दुआ। اللهم باسمك اموت واحيا। اللهم باسمك اموت واحيا। सोकर उठो तो ये दुआ पढ़ो। الحمد لله الذي احيانا بعدما النشور। बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ। اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث। बैतुल खला से बाहर आओ तो ये दुआ पढ़ो। दूध पीने की दुआ। اللهم بارك لنا فيه وزدنا من। اللهم بارك لنا فيه وزدنا من। खाना खाने के पहले की दुआ। بسم الله وعلى بركة الله। بسم الله وعلى بركة الله। खाने के पहले अगर दुआ भूल जाए तो ये दुआ पढ़ें। بسم الله أوله وآخره। بسم الله أوله وآخره। खाने के बाद की दुआ। الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين। الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين। घर से बाहर निकलने वक्त की दुआ। بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله। بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله। घर में दाखिल होने की दुआ। بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا। بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا। سفر کی دعا। سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ। اللهم افتح لي أبواب رحمتك। اللهم افتح لي أبواب رحمتك। मस्जिद से बाहर आने की दुआ। اللهم إني أسأل
نسألك من فضلك اللهم إني أسألك من فضلك أذان سننے کے بعد کی دعا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد بیمار کو دیکھنے جاؤ تو یہ دعا پڑھو لا بأس طهور ان شاء الله لا بأس طهور ان شاء الله چھینک آئے تو یہ دعا پڑھ لیں الحمد للہ الحمد للہ اگر کسی خوبصورت چیز کو دیکھو تو یہ دعا پڑھو ما شاء اللہ ما شاء اللہ اگر کسی نے تحفہ دیا تو یہ دعا پڑھو جزاک اللہ جزاک اللہ بلندی پر چڑھتے وقت یہ دعا پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر بلندی سے نیچے اترتے وقت یہ دعا پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ غصہ آئے تو یہ دعا پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہوں تو یہ دعا پڑھیں لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین نیا چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھو اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام ربي وربك الله نیا کپڑا پہنو تو یہ دعا پڑھو الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة بارش ہوتے وقت یہ دعا پڑھیں اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا والدین کے لیے دعا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا